السلام عليكم ورحمة الله. إذن اليوم مع المفيد في الرياضيات الثانية إعدادي صفحة 148، دونك مع الترانسلاسيون يعني الإزاحة ولي فيكتور المتجهات. جيد، دونك نبداو مع التمرين ليكزيرسيس 18. E F G H est un parallélogramme et a un point du plan. يعني E F G H واحد المتوازي الأضلاع و A واحد لو بوين، واحد النقطة من المستوى فين ما بغيتي تحطها. Montrer que, خاصنا نبينو بين أن AE يعني موان AF بلس AG موان AH إتيكالا، يعني تعطينا واحد المتجهة اللي هي منعدمة. تخي بيان، دونك نبداو مع 18. هنا الفكرة شنو هي؟ هي أننا خاصنا نحسبو هادو المتجهات، في الآخر خاص يبقى ليا متجهة منعدمة. إذا كيفاش غندير؟ عندك الحل واحد هو شال. هاد الدرس هذا راه قلناه في الفيديوهات السابقة، يعني غير شال. اول حاجه انا دائما كنتخلص من الناقص، ما عزيزش عليا الناقص لان كتصعب شويه واللي كترجع زائد كتسهل عليك الامور. لاحظوا ديما تخلصوا من ناقص. دابا هادي ا او، ها هي هادي موان اف، انا ما بغيتش الموان، كنديرها بلس وكنقلب هادي تولي اف ا. انا تشكيت من الموان ا جي، ديما تفكوا من ناقص، تفكوا من هادي نرجعوها بلس ولكن نقلبوا هادي. هاد القاعدة كتقول لي راه قلبتي الإشارة قلب المتجهات تساوي. مزيان، دابا لاحظوا ملي تشكيت من ناقص هي بانت لي واحد الشال. لاحظوا اف ا زائد ا او هاهي ولات واحد الشال. شو وهادي تا هي اش ا بلس اش جي ايتيكالا. دونك هذه هي وهذه جات هنايا بدلتهم، وهذه نفس الشيء جات هنا وهذه جات هنا، باش تولي عندي شال ا. اذا اف او وهنايا شال بقات اش جي. مزيان، دابا لاحظوا قال لي او اف جي اش باراليلوغرام، يعني هذا هو الباراليلوغرام سميتو او اف جي اش. ما معنى ذلك؟ معناه ان اش جي اش جي هي راه هي او اف. اذا اف او اش جي، دونك اش جي هي او اف كار او اف est égal à HG. علاش؟ حيت E F G H est un parallélogramme. Donc A E plus F A plus AG plus HA est égal à FE plus EF. عندي هنايا شال، إذا FF و FF راهي متجهة منعدمة، يعني فيكتور نول، متجهة منعدمة فيكتور نول. تخي بيان، نمشيو دابا لل 19. Donc démontrer que les points F et H sont confondus. Donc ملي كنقول F و H confondi يعني نقطة فوق نقطة، يعني هما نفس النقطة، هادي confondu يعني F هي H و H هي F. إذا هنا باش نبين أن F و H راهما نقطة نفس النقطة، خاصني نبين F H كتساوي واحد الفيكتور نيل، يعني متجهة منعدمة. إلا بينت أن F H المتجهة F H كتساوي متجهة منعدمة، هذا معناه أن F راه هي H. حيت بحال دابا هادي اف اف كتساوي متجهه منعدمه. علاش؟ حيت اف هي اف، داكشي اللي غندير انا خصني نبينو ان اف هي اش. اذا غنبداو من هنايا، اذا عندي او اف بلس اف جي بلس جي اش كتساوي او جي بلس اف اش موان اش جي. اذا هنا اول حاجه كاينه واحد الشال هنايا، اذا او جي بلس جي اش. هنا
جي، هنا جي الا قلبتها غتولي هنايا، لاحظوا اه جي هادي، غنحيد هاد ناقص هادي ونقلب جي اش، وهادي ها هي هنا. إذن هادي جت هنا، هنا عندي واحد شال، إذا بقات أه أش، دابا ولات عندي هنا شال أه أش زائد إف أش، مزيان. دابا هنايا عندي أه أش أه أش، يمكن ليا نختازل بيهم. إذا هنا بقات فيكتور نول، متجه منعدم، هنا بقات إف أش، سيتادير إف أش راها فيكتور نيل، متجهة منعدمة. إيوا ولا كانت هادي متجهة منعدمة، يعني راه إف راهي أش، دونك إف أش سون كونفوندي، يعني راهم نفس النقطة. تخي بيان، نمشيو لعشرين، دونك أ بي سي سون تخوا بوان دو بلون، يعني واحد أ بي سي واحد ثلاثة نقاط من لو بلون كيما بغا يكونو. إكسبريمي أو أون فونكسيون دو أ سي إي سي بي دون شاكان دي كا سويفون، إذا إكسبريمي عبر عن أو هادي بدلالة أ سي أو سي بي، يعني خصنا نلقاو شي حاجة فيها أ سي وفيها سي بي. دونك الفان ندوب الأولى، دونك U إيتيكال B A بلس C A، هادي كاين حنا خصنا نلقاو غير A C و C B. إذا هنايا شال، هنايا مثلا ندخلو C لأن أنا باغي A C و C B، دونك ندخلو C. إذا هادي عطاتني هادو، هنا السي أ باغينها مزيانة ماشي مشكل، يعني غير نقلبوها ناقص ونديرو لا خلوها، حنا باغين أ سي. إذا هنايا نرجعوها ناقص ونقلبوها، أنا علاش رجعت ناقص واخا كنقولكم تكون من ناقص، لأن هنا باغين أ سي، ما عندناش حل. مزيان، دونك بي سي مزيانة، خصها تقلب سي أ، خصها تقلب تولي أ سي. إذا سي أنا باغي سي بي، إذا هادي غنقلبها، هنا سي أ أنا باغي أ سي، دونك تا هي نقلبوها. إذا ناقص موان سي بي، هنا موان أن بلوس أن هي دو من أ سي، دونك هذا هو أنا عبرت عليها بدلالة سي بي و أ سي، سي بي و أ سي. مزيان، نمشيو دابا لجوج، U إنتيكالا سي أ بلس تخوا أ بي بلس بي سي، دونك هنا سي بي هادي قريبة مزيانة، أ سي هادي قريبة مزيانة، هاد أ بي مخصهاش تكون، إذا ندخل سي هنايا، إذا غتولي سي أ أنا باغي أ سي، إذا نقلب وندير ناقص، هنا ندخل سي، إذا تلاتة A C بلس 3 A C C B، هنا باغي C B، إذا نقلب هادي تولي موان وتولي C B. مزيان، دونك هنا موان A C، هنا موان A C بلس 3 A C، يعني بحال موان X بلس 3 X، إذا هذا هو الكبر، يعني بلس 3 نقص منه واحد، دونك دو أ سي. إذا هادي عطاتنا هادي، هنا تلاتة ناقص واحد هي دو، دو من سي بي. دونك خليتو بحال هكايا، عملتو بدو، يعني إلا بغيتو ديرو دو تبقى أ سي بلس سي بي، ماشي مشكل. دونك درتو هاد الجواب ولا جواب صحيح، ثلاثة
Donc U est égal à 2BC plus 3AB plus AC. مزيان دونك هنا بي سي هي هذه قريبه مزيانه ا سي قريبه هاد ا بي ما خصهاش تبقى اذا هنا دو بي سي انا باغي سي بي اذا نقلب هنا ندخلو سي ا سي بلس 3 سي بي بلس AC قريبة دونك غنقلبوها باغي AC ويا AC صح مزيانة هادي خليها دونك عندي هادي مع هادي غتبقى بلس CB وحدة وهنا ثلاثة مع واحد غتولي أربعة CB AC CB AC très bien monsieur d'abord l'exercice 21 donc on considère un triangle ABC et les points D et E tels que donc ABC ou had le mouchallet qui m'a pris qu'on ou D ou E ce sont des points non quatre qui m'a pris qu'on ou tels que adna hna had les données donc ADCD est égal à 2AB et AE est égal à 2AB plus AC. Donc montrer que D et E sont confondus. 9 تمرين غنبينوا ان D E هما نقطة واحدة. ما معنى ذلك؟ خصني نبين ان D E كتساوي متجهة منعدمة فيكتور نول باش نقدر نبين نقول راه D راه هي E. حيت مثلا AA راها متجهة منعدمة علاش؟ حيت A هي A. إذا خصني نحاول نوصل ان D E كتساوي فيكتور نول متجهة منعدمة. دونك عندي هذه وهادي الحل شنو هو هو ندير التعويض نبدا من هادي مثلا ا او ايتيغال 2 ا بي بلس ا سي اون عندنا ان سي دي راه هي 2 ا بي اذا نقدر هاد 2 ا بي هادي نحط بلاصتها سي دي اذا ا او اذا بلاصتها دو ا بي نحط انا سي دي بلس ا سي اذا بلاصتها دو ا بي هادي حطيت انا سي دي هاهي عوض تابع دونك ا او ايت ايغالا ا سي بلس سي دي عندي هنا شال دابا هادي بدلت لي الترتيب باش تولي شال اذا ا ا دي دونك ا او كتساوي ا ا دي الا كانت ا او كتساوي ا دي اذا لاحظوا مثلا هنا ا ا او ا او كتساوي ا دي في نفس الاتجاه وقدها اذا غتجي هي نفسها اذا كانت ا او كتساوي ا دي عندي نفس لوريجين نفس الاصل اذا او راه هي دي الوغ او اي دي سون كونفوندو يعني متطابقتان تري بيان نمشيو دابا ل 22 دونك A, B, C, D est un parallélogramme, donc A, B, C, D, واحد المتوازي هاد لا. Construire M tel que DM est égal à AC. Alors, رسمو بعدا هاد A, B, C, D اللي هو متوازي هاد لا. دونك كندوب ضلعين كيما كانوا مثلا A, B. إذا هذا ما خصناش نديرو قدا هذا، هذا مثلا طويل وهذا قصير. دونك نكملو بالبركار. دونك ناخدو هاد القياس هذا وكنديرو بحالو. قوس ناخذ هذا القياس هذا وكنديروا بحالو قوس دونك فين تلاقاو هذاك هو
الباراليلو غرام ديالنا دونك نسطرو ليه ونصيرو هذا هو مزيان. دونك ا بي سي دي ديما دوره كونستروير ام تيل كو دونك غنرسمو ام بحيث دي ام كتساوي ا سي. اذا خصني ندير دي ام قد ا سي اذا ها ا سي اذا ها ا سي دي ام بمعنى خصني ا سي ام دي يكون متوازي الاضلاع حيت اذا كانت دي ام كتساوي ا سي معنى ان دي ام سي ا متوازي الاضلاع دي ام سي ا متوازي الاضلاع. اذا نكمل على هذا متوازي الاضلاع اذا هذا بحالو باش تجي دي ام قدو وهذا هذا خص يكون قدو هذا دير نورمال وصلت هنايا لان مع الكاميرا شويه ما تخليكش كيفاش تحكم في بيركار مزيان. مزيان اذا هنايا ا سي قد دي ام ا سي بحال دي ام كونستروير لو بوين ان ايماج. دابا غنرسمو ان ايماج صوره ديال ا ليماج ديال ا par la translation de vecteur CB. ما معنى ان خصنا نديرو قد CB يعني AN قد CB. اذا ها CB AN خصها تكون قدها. اذا باش تكون قدها نفس الشيء خصني ندير ثاني متوازي الاضلاع لان هنايا AN ليماج ديال A par la translation CB معنى ان CB راه كتساوي AN. إذن CB كتساوي AN يعني CBN A متوازي الأضلاع. إذن غنديرو هاد القياس هذا بحالو هنا وهذا بحالو هنا. دونك فين تلقاو القياسين هذيك هي النقطة. إذن هذه هي النقطة نقدر نكملو هذا كاع مزيان. إذا هذا هو الشكل هذه هي ان تخي بيان هنا مونطخي كو دابا لي دوني لي عندنا عندنا دي ام كتساوي ا سي وعندنا سي بي كتساوي ان. montrer que B est l'image de N. غنبينو أن B هي الصورة ديال N. B هي ليماج ديال N. الصورة ديال N. par la translation بالإزاحة ديال المتجهة دو فيكتور DM. DM. إذا نبينو أن B هي ليماج هي الصورة ديال N بالإزاحة ديال المتجهة DM. بما ما معناه؟ معناه خصنا نبينو أن DM كتساوي NB. دونك on va montrer que dm est égal à n n خصنا نبينو هادي باش نقولو ربي هي ليماج ديال n بالترانسلاسيون ديال اللي عندها الفيكتور dm بالازاحه اللي عندها المتجهه dm. دونك هنا نبداو غير من المعطيات اللي عندنا عندنا dm كتساوي ac. dm كتساوي ac هذه وحده. عندنا سي بي كتساوي ان. اذا لاحظوا هنايا سي بي كتساوي ان دونك اون. عندنا نبداو من هنايا عندنا ان ليماج ديال ا
on an image de A par la translation T li عندها الفيكتور CB. دونك ما معنى هذا؟ معنى ان CB كتساوي AN. هي هذه اللي قلنا في الاول. ولا كانت CB A تساوي AN، alors CB N A est un parallélogramme. هذا ملي كانت سي بي كتساوي ا ان، هذا قريتوها في الدرس. اذا راه سي بي ان ا متوازي الاضلاع. ولا كان سي بي ان ا متوازي الاضلاع، اذا ان بي كتساوي ا سي. دونك ا سي ايتيغال ان بي. اي اون عندنا في البدايه ديال التمرين دي ان كتساوي ا سي. Alors, il y a AC, AC, il y a NB, qui est D, M, ou هذه اللي بغينا نحن نوصلوا لها. إذا فهمت شنو قلنا؟ هما بغينا نبينوا أن DM كتساوي NB. إذا بدينا بهذا CB كتساوي AN، إذا هذا متوازي الأضلاع، غتعطيني هذه كتساوي هذه. وهذه اصلا كتساوي دي ام، اذا ان بي كتساوي دي ام. سهله القضيه. الوغ ان بي ايتيغال دي ام، وهادشي راه جاوبنا مونتري كو ب. دونك بي ليماج دو ان بار لا ترانسلاسيون de vecteur CB DM. Très bien, نمشيو دابا ل 23. دونك ABC est un triangle. هذا ABC triangle. Soit M le milieu de BC. M هي الميليو ديال BC. A construire le point D symétrique des points A. غنرسمو الدي المماثلة ديال A بارابور أ M. إذا المماثلة ديال A دي مماثلة A بارابور بالنسبة لي M، إذا بارابور ل M يعني M في المنتصف. إذا هنايا غادي نرسمو غنكملو هذا. ونحاولوا نديروا نفس القياس. إذن هذه هي الدي. إذن ام هي الميليو ديال ا دي. مونتري كو دي سي ايتيغال ا بي ا. نبين ان دي سي هذا كتساوي بي ا. سهلة باش نبينو دي سي كتساوي بي ا، خصنا غير نبين ا سي دي ام متوازي الاضلاع. وهنا عندي ام الميليو ديال بي سي و ام الميليو ديال ا دي، يعني القطران عندهم نفس المنتصف. اذا ا سي دي راه و ا سي دي بي متوازي الاضلاع، ومنه دي سي ايتيغال بي ا. دونك هادشي اللي غادي نكتبو. يعني لاحظتو الدرس كامل فيه شال، فيه متوازي الاضلاع، ديما اعتمدوا على شال على متوازي الاضلاع. دونك اون M est le milieu. M est le milieu de BC. À ta voix, tu me dis, hein, y'a. Et M le milieu de AD. Allez, l'un de y'a le symétrique d'elle. ديال A M لو ميليو دو A D. دونك A C
دي بي إتا باراليلو غرام، ولا كان ا سي بي دي باراليلو غرام، الوغ ك دي سي كتساوي بي ا. جوج كونستروي لو بوان او ليماج دو دي بوان سي، دونك غنرسمو او ليماج ديال سي بارابور لا ترانسلاسيون فيكتور دو فيكتور بي ا. اذا بي ا وعندنا سي، اذا بي ا غادي لهي، اذا سي، اذا او غتكون هنا. اذا خصني نكملو غير على متوازي الاضلاع، يعني هذا بي ا و بي سي، نكملو عليه متوازي الاضلاع باش عطينا او، باش تكون او هي ليماج ديال سي بالازاحه اللي عندها متجهه بي بي ا. اذا هنا ناخذ بيركار، نقيسو هاد بي سي، هذا غادي نديرو بحالو هنا، وغناخذو هذا بي ا، وغنديرو بحالو، إذن هادي هي هذا راه يكون متوازي الأضلاع. تخي بيان، السؤال شنو؟ تيقول دونك مونتري كو لو بوان سي اي لو ميليو دو سيغمون دي او، غنبينو ان سي هي المنتصف ديال دي او. اذا نبينو ان سي هي الميليو ديال دي او، دونك حنا غنعتمدو على سميتو على المتوازي الاضلاع، يعني هنا زقلنا شويه في الرسم. هنا غنعتمدوا على هاد المعطيات اللي دوني اللي عندنا. دونك عندي ا سي دي بي متوازي الاضلاع، بينا في السؤال الاول، يعني سي دي كتساوي ا بي، ها وحده. وعندي ا او سي بي متوازي الاضلاع، يعني ا بي كتساوي او سي، ها جوج. اذا ا بي كتساوي سي دي، و ا بي كتساوي او سي، يعني او سي كتساوي سي دي، وبالتالي سي راه هي الميليو، هي المنتصف. يعني غنستعملو جوج ديال المتوازيات الأضلاع. دونك هذا بالنسبة لأن، هذا بالنسبة لي دو. دونك أون بعد عندنا دي سي كتساوي بي أ، دي سي كتساوي بي أ، هادي عندنا في بيناها في السؤال الأول. إي دونك هذا بيناها. دابا نمشيو لهادي اي او، عندي او ليماج دو بوان سي بار لا ترانسلاسيون، بالمتجهة ذات الازاحة او الازاحة ذات المتجهة بي ا. دونك اذا لكانت او هي الصورة ديال سي بالازاحة اللي عندها متجهة بي ا، ما معناه؟ معناه ان بي ا كتساوي سي او، فعلا بي ا كتساوي سي او. اذا عندنا هذه نقدر نسميوها واحد، وهذه جوج. دونك دابري ان اي دو، اون دي سي كتساوي بي ا، وبي ا كتساوي سي او، اذا دي سي كتساوي سي او، اون دي سي ايتيغال ا سي او. ولا كانت دي سي كتساوي سي او، يعني سي هي المنتصف ديال دي او، الو ك سي اي لو ميليو دو
تري بيان. دونك واش ما يجيش فيديو طويل بزاف كيكون حتى صعب حتى في التحميل؟ اذا هنا سالينا الصفحه 148 الجزء الاول من المفيد في الرياضيات المستوى الثانيه اعدادي. دونك الفيديو القادم غيكون عاد الجزء الثاني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.